عندي بس في 35 مزرعة من 16 دولة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في الرياض. إنتاج الصقور في الرياض. بتتواصل في العاصمة السعودية الرياض فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024 بمشاركة أكثر من 35 مزرعة من 16 دولة حول العالم في فعالية اقتصادية تراثية بيئية يسعى منظموها للاعتناء بالحياة الفطرية ودعم وتمكين منتجي أندر سلالات الصقور. في تفاصيل هنشوفها في هذا التقرير ونعود بعد هذا التقرير مباشرة. ابقوا معنا. المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور أصبح لله الحمد منصة عالمية لجميع المنتجين سواء المنتج المحلي وكذلك أيضا المنتج الخارجي. طبعا يشارك خلال هذه السنة أكثر من 35 مزرعة رائدة في عرض نخبة من سلالة الصقور طبعا قادمة من أكثر من 16 دولة، ولله الحمد شاهدنا نخبة من صقور متميزة التي يبحث عنها جميع الصقارين. طبعا نهدف من إقامة هذا المزاد لدعم الاستثمار والمنتجين الصقور بشكل عام، بالإضافة إلى ربط جميع المنتجين حول العالم تجدونها هنا في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في مقر نادي الصقور السعودي. My name is Peter Gibbons. I run a farm in the UK called Sky Raiders Raptor Propagation Farm, and I'm here at the IFPEA to help support and auction some of my falcons. So far I'm enjoying it. It's been well organised. It's a wonderful event. There's many falcons here from all over the UK, and it's growing, and it's a good thing. The hospitality is fantastic, and yeah, I'm enjoying it.